هو المشكل اللي عندنا في الحومة هي على اساس ان الناس كيتسناو في الوراق اللي عطيهم الدولة خارج على اساس غيعطاك ورقة استثنائية ديال الخروج يعني للضرورة يعني اللي ما عندوش علاش يخرج ما كاين لاش يخرج انسان كنتفاجئوا بلي ان الوراق ولاو كيتشبعوا يعني فين السلطة وفين هو العون السلطة اللي ولا يعني خاص كل واحد يمشي عنده الدار ديالو ومن يمشي للدار ديالو غيدير مع الواجبات على اساس شكون انت اللي غادي تخرج واش خدام واش معاون على الدار ديالكم ولا هادي فهمتيني يعني ما كاينلاش خاص هادشي ما خاصوش يكون فهمتي هادشي ما خاصوش يكون اخويا ولاد الورقه واصله حتى ل 4 دراهم يعني مالنا هادشي علاش ما خاصوش يكون فهمتيني ولا كيدير فوتوكوبي كيقول لك حلا خاصني نقلب على راسي انا ما عنديش علاش ولكن الدوله دايره هادشي يعني راه عائله ولات ورقه كامله عندهم يعني ما كاينلاش واحد ما عنده علاش يخرج وعنده ورقه باش يخرج علاش خارج باش يدور باش يقول لي ها هي الثمره عمرتها مامتو باش يقول لي قلبت على مقدم قلت لك انا ماشي عليكم عاد من غنمشي انا اخويا ها هي الثمره على كارت تاعي بغيت نعرف انا علاش ما بغاوش يسينوا لي وانا من الصباح انا في مقاطعه ماشي على قبل قالك انا ماشي مقدم تاعكم ملي جيت مقاطعه صيفطوني عندهم ملي جيت لهنايا قالك انا ماشي ديالكم اشنو غندير دابا انايا غنسد عليا في الدار ما نخرجش نقضي شغالي انا عايشه بوحدي المشكل اللي عندك كتخدم عند الناس في الديور كيقول لك حتى واحد ما يخرج كتخدم عند مرا في الدار كتخاف منك تمشي في الطوبيس تركب تقول لك ما تبقاش خدم عندي سيري بحالاتك ما عندوش بنادم كاري كيخلص الماء كيخلص الضو ما عنده حتى حاجه والانسان كيحبسك وكيما قالت السيده ملي تولي شاري اوراق على بجوج دراهم باش تعمرها وانت ما عندكش باش تشري ثمن جوج خبزات والله معاك بصح اش غدير يلا ملي تبرك في دارك شنو شكون اللي غيدق عليك؟ ما من الامكان ما نخرجوش تجينا اي حاجه ونبركو تتلزموا علينا حنا نخرجوا كيعطيو المونات والله العظيم مراه كتخاف منك كتخدم عندها تقول لك سيري ما تبقاش تجي عندي تعطيك 4000 ريال اش غدير لك 4000 ريال؟ تحبسك على قبل الطوبيس باش ما تجيبش لا داك الشيء ديال المرض المشكل اللي عندنا خويا اننا حنايا وصلنا بلاغ البارح من عند الوزاره ان وراقي اللي غادي نخليو بنادم انه يخرج يقضي هذوك الحاجيات ضروريين من المنزل ديالو اي وصلوه حتى للدار ديالهم عبر العون القضائي كان كلشي جالس دارهم كيتسنى كتخرج باغي تجيب لقيش المقدم واقف في الدرب ساري يفرق في الوراق على بنادم بلا حتى شي قدر واحد من دار وحده ياخذ حتى ثلاثه الوراق وما كاينش كيفاش غادي يلاحظ مع انه كاع ما دار على كاع الديور دابا تدير جوج باش جوج باش كل واحد كيمشي يجيب كشر من ورقه وبنادم كاين اللي هنايا وشحال من واحد جامع بنادم حنا هادشي دابا وباش يحاربوا انك كاع ما دير تجمعات ودابا هادشي كيساهم في ان التجمعات يداروا لحد الان كنشادوا كشر من 50 واحد يعني الا كان شي واحد هنايا مريضه يعني كلشي غادي ينشاشر ليه المرض